البت شكلها حزينة قوي مريم. حزينة يا راجل حرام عليك، دي الفرحة بتنط من عينيها، ربنا ما يجيبش حزن. أنا قصدي على خديجة، ركزي معايا شوية. إن شاء الله مشكلة خديجة هتتحل، خلينا الليلة دي نفرح بشيرين. أنا قصدك إيه؟ أنا اللي نكد يعني وبدور على الزعل؟ حاضر يا ستي، هسيبك قاعدة لوحدك أريح. والله ما في حاجه، هو حبي بس ما قدرش يجي معايا لانه عندهم مشكله كبيره قوي في البلد، الشونه بتاعت بابا اتحرقت وطبعا كلهم متلخبطين اخر لخبطه. طب قولي لي كده بقى بيني وبينك، مفيش اي حاجه كده جايه في السكه؟ يا بنتي سيبيها بقى، هو تحقيق ولا ايه؟ هريتيها اسئله. اف عليكي. نرقص ايه؟ اقعد كده وتهدى في مكانك، انت عايز اهلك كده من اول مره يشوفوني فيها يلاقوني بترقص مع ابنهم؟ لا يا بت، نصحى ورسمه لقدام. نصحى قوي بأمارة البيت ضحى اللي جبتها من ورايا وشغلتها عندك سكرتيره، ورحمه امي يا صلاح يا ابن ام صلاح، لو عملت كده تاني ولا لعبت بديلك من ورايا لا اكون خرملك عينك الاتنين بصباع واحد. ما يغركش يعني كده ان انا قاعده هاديه وشيك في مكاني؟ هاديه؟ طب تعالى اعرفك على امي، ست اميره وزي الفل، وبصراحه هي الوحيده اللي ضامنها. يلا بينا. وحياتي خليكي، وحياتي خليكي.